موسى عليه السلام قال له موسى اذهب، فاذهب خلاص شوف لك طريق انصرف، مقاطعة تامة للسامري، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، ليس بينك وبين أي شخص من الناس تعاملات، لا يبيع لك أحد ولا يشتري منك أحد ولا يزوجك أحد ولا تزوج أحدا، كل صور المقاطعة التامة التي فيها مساس لا مساس، إن لك في الحياة أن تقول لا مساس. واستدل به بعضهم على المقاطعة، مقاطعة العصاة والجناة، إن لك في الحياة أن تقول لا مساس. وفضلا عن هذا في الحياة، إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه يوم القيامة، وسترى ما يحل بك فيه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، حوله تعبده وتدعوه، لنحرقن ثم لننسفنه في اليم نسفا. أخذ موسى هذا العجل أحرقه ونسفه في اليم نسفا، لم يقل كما يقول بعض الناس خذه استعمله في شيء ثاني طيب، أبدا. آلات الفساد هذا مصيرها في كثير من الأحيان، أنك في النهي انظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا.